هلو داح معكم سناء من المغرب، واليوم جينا نكتشفوا المقهى الوردي كي كيصل اكثر شعبيه على الانستغرام بالدار البيضاء. فولو مي. فكرة إنشاء هذا المقهى كانت لصاحبتها إكرام اللي بغات أنها تدير واحد المكان خاص بالنساء. وأنه يكون واحد المكان كياخذوا فيه راحتهم، أنهم ياخذوا لي فوتو ديالهم، وكذلك يلقاو واحد المكان اللي أنثوي كيبارطاجيو فيه الحميمية ديالهم والأنثوية ديالهم عالم المرأة. ملي كنت في لون كنقرا كان عزيز عليا بيكينغ، كان الحلم ديالي نجي نحل شي حاجة بحال هكا فيها لي كيك لي غاتو، في نفس الوقت شي بلاصه زوينه بوغ لي في فين يجيو يتصوروا يعجبهم الحال، يدوزوا واحد الوقت زوينه ما بين عائلتهم ما بين صحاباتهم. شي حاجه فريمون يونيك، وكيف دابا ولا كلشي في انستغرام، دونك الكونسيبت ديالي كانت ماركتينغ ثرو انستغرام، يكون ذا موست انستغرامبل كافيه، شي حاجه كيوت بينك، وهذا الشيء كيفاش جاتني الفكره. روز سي بوغ لي في، دونك كتلقاي الراجل ما غيدعمش يدخل لواحد الكافيه اللي كلها روز، غيعرف انها بوغ جيست بوغ لي في، وهذه شي حاجه اللي زوينه. دونك بالنسبه للبنات اللي ما كيرتاحوش في لي كاف لي زوطرو كافي باغ اكزومبل، كتلقاي لي فيمور الرجال بزاف، دونك تو تسون با اليز في شي كافي ولا شي حاجه، دونك هنا كتجي كتلقاي راحتك. باغ اكزومبل كيطلعوا البنات الفوق، بالنسبه للبنات لي فوالي كيقدروا يحيدوا الفوال ديالهم بوغ بروندر دي فوتو دي فيديو ايتو بوغ لي سوفونير. هاد المقهى هذا كيعرف بزاف ديال الاشياء اللي هي جميله، كيديروا مثلا حفلات ديال التخرج بدي غاتو بيرسوناليزي، كذلك كيديروا حفلات ديال معرفه جنس الجنين او عيد ميلاد زواج تخرج او غيرها، كل هذا الشيء بدا التام كيخدموا لك التيمه ديالك هالوين، كل حاجه بغيتوها على حساب طلبيتكم.